السلام عليكم حبيباتي الغاليات، اخواتي واخوتي وكل متتبعي قناة هوات صفاء. نتمنىكم كاملين تكونوا مزيانين. اليوم حبيباتي بغيت نشارككم طريقة ديال كفتة تاع السردين، كتجي رائعة جدا سهلة، تغيروا الطرق اللي مالفين نديروهم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، جربوها وضروري تردوا عليا الخبر. ودركي غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. هنا بالنسبة للكيلوغرام ديال السردين، واحد كيلوغرام تاع السردين، انا اختاريت هذيك اللي شريتها، السردينة ديك الرقيقة. مهم السردينة غليظة ولا رقيقة ماشي مشكل، المشكل ان خصكو ضروري تحيدوا لها ديك الشوكة الوسطانية، وتحيدوا لها كاع داك الشوك اللي يكون على الجوانب، يعني باش تكون هكا نقيه، وحتى من ياكلوها الاطفال ما يلقى لهمش هذاك الشوك. المهم غسلتها وحيدت لها الشوك وكل شيء، وبحال اللي قطعتها هكا رقيقه. بغيتوا تطحنوها في الطحانه ديك نتاع اليد، بغيتوا غير بيديكم، انا غادي نعكها غير بيدي مزيان حتى غادي تنطحن بوحدها، حيت الحوت ديجا راني قصته رقيق. غادي نحتاج بالنسبه للكيلو نتاع السردين 2 معالق كبار نتاع لا شابلوغ، يعني الخبز يابس، يكون عندكم هكا خبز يابس بايت تيبسوه، ومن بعد اما تحكوه في الحكاكه الرقيقه ولا طحنوه يعطيكم لا شابلوغ. نحتاجو 2 معالق كبار قلنا نتاع لا شابلوغ. كذلك غادي نحتاجو 4 ديال المعالق نتاع القزبر ومعدنوس، يكونوا طريين ومقطعين، وثلاثة ديال الفصوصة نتاع الثوم محكوكين، عصير نص حامضة. في التوابل غادي نحتاج فلفل اسود، الخرقوم، الكامون، فلفل احمر والملحة. اول حاجة غادي نخوي هذيك القزبر ومعدنوس على الثوم، غادي نضيف له عصير قلنا نتاع نص حامضة. الا ما كانش عندكم الحامض في ديك الوقيته ديروا لي معلقه ديال الخل، هاكا نعصروا عليها مزيان احسن الحامض. غادي ندير 2 معالق كبار نتاع لا شابلوغ، هنا مي راني نخدم بالمعلقه الصغيره، يعني غادي ندير 4 ديال المعالق هاكا بهذه الكيفيه هذه. وغادي نتبلو، اكيد الملح كيبقى عينكم ميزانكم، راس ملعقه من الفلفل الاسود، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الكمون. غادي ندير معلقة كبيرة نتاع زيت الزيتون، وغادي نبدي نمزج بيديا. كما قلت لكم نتوما كتخلطوا التوابل، وانتوما بحال اللي كطحنوا هذيك السمك ديالكم، وإلا بغيتوا ديروه في الطحانة اليدوية ماشي مشكل. صافي ملي البنات دمجتو مزيان مزيان ولا لي بحال واحد العجينه، غادي نبدي هنا ونشكله كويرات. الكويرات نتوما غادي تحكموا في الحجم اللي راكو باغيين ديروه، غادي نديرهم انا في هذا الحجم هذا. غادي نكور كاع هاد الكميه اللي عندي ونتلاقاو. صافي البنات كورت الكفيسات ديالي، وجدت واحد المقله فيها شويه نتاع الزيت، ماشي ضروري تغرقوهم بالزيت لا، غير شويه بحال غادي نقليو الكفته العاديه ديال اللحم. غادي نحط الكويره تاع الكفته وغادي نبقى نقلي فيهم نقلي فيهم حتى ياخذوا لي داك اللون الحمامر، وكتجي رائعه بهذه الطريقه هذه. نمشيو نوجدوا الصلصه. هنا حكيت 3 ديال الحبات نتاع الطماطم، حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، نزيد عليهم 2 معالق معدنوس، فص نتاع الثوم محكوك، ملعقة صغيرة بودرة الثوم إلا كانت متوفرة، فلفل أحمر، إبزار، كمون، وملعقة صغيرة طماطم مصبرة. نديرو الملحة وزيت الزيتون معلقة، ونخلي كل شيء كيتقلى مع هاد لاصوص. بالنسبة للتوابل ديرو لي غير نص ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة من الكمون، فلفل أحمر، رأس ملعقة من الفلفل الأسود كما قلت لكم. صافي نخلي الصلصة ديالنا حتى كطيب، كنضيفو لها شوية ديال الماء باش تطلق، يعني بهذا الشكل ملي كطيب الطماطم كتزيدو لها غير شويه ديال الماء، تقريبا 1/4 كاس. وان شاء الله نكتب لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف كما مولفاكم. صافي غادي نخلي هاد الصلصه ديالي تغلي، غادي نضيف عليها هذيك الكويرات نتاع الكفته اللي وجدنا، خذوهم بالصفايه ما تاخذوهمش بهم بالزيت ديالهم، ناخذوهم شتو كيفاش تحمروا، ناخذوهم بالزيت ونحطوهم هكا في الصلصه، كيجيو لذاذ بزاف البنات. وهذه طريقه في شكل على الطريقه اللي موالفينها، نديروا الكفته نتاع الحوت مرقه مع الروز، ولا هذه طريقه مغايره وفريمون كتجي بنينه، غادي تجربوها وغادي تاكدوا انها كتجي بنينه. صافي كتخليوها تغلي 1-5 دقائق باش تشرب لنا هذيك الصلصه وتجانس مع بعضياته، وكتقدموها.
اما هكا كطبق رئيسي يعني، ولا ديروها كاطباق مرافقه اللي تكونوا قليلين الحوت، ولا بغيتوا ديروا معها كهاد الكفتان تاع السردين ديروها، رافقتها مع زويتينه حارات والحامض. ضروري جربوها راه كتجي زوينه. الى عجبكم هذا الفيديو حبيباتي والوصفه، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتبارطاجيوها بليز الى كنت عزيزه عليكم، كذلك تعليقاتكم الرائعه اللي كنحماق عليها وكنقراها كلها. وخليتكم على خير، اكيد كنرحب بكل جديداتها. الى اللقاء.